السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة. المرجعية في الإسلام، ما هو دور العلماء؟ ولمن يرجع المسلمون عند اختلافهم؟ وما هو فقه الاختلاف الذي يتحدثون عليه دائماً؟ هذه الأحاديث وغيرها يسرنا أن نستضيف للحديث فيها فضيلة الدكتور أحمد سعيد حوا، عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري. مرحبا بكم فضيل الدكتور حياكم الله أهلا وسهلا فضيل الدكتور حب لو بدأنا بما هي المرجعية في الإسلام لمن المرجعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخي الكريم هذه قضية من القضايا الهامة والخطيرة وخصوصا في هذا الزمان عندما تدلهم الأمور وتشتد الخطوب لا بد للأمة من مرجع ترجع إليه في بيان المواقف التأصيلية الشرعية الصحيحة وإذا لم تكن هذه المرجعية سيرجع الناس إلى من ليس أهلا لا للفتوى ولا لبيان الموقف الشرعي الصحيح وبالذات كما قلنا في هذه القضايا الخطيرة فنقصد بالمرجعيه الجهه التي يرجع اليها او يجب ان ترجع اليها الامه وتصدر عن فتواها ورايها في احكام الشرع التي تتصل بقضايا الشان العام. هذا هو باختصار يعني تعريفنا للمرجعيه. لماذا الحديث عن المرجعيه؟ ما اهميه الحديث عن المرجعيه في هذه الايام؟ اخي الكريم يعني المرحله الماضيه كان واضح ومن تاريخ اسقاط الخلافه العثمانيه إلى يومنا هذا أن أعداءنا حرصوا أن لا يكون للأمة رأس، ولا جهة مرجعية ترجع إليها. وحرصوا أيضاً على إشاعة الفرقة والتنازع فيما بيننا. نعم. الذي جد الآن أو انضاف إلى ذلك مع بداية الثورات العربية أو ما سمي الربيع العربي، تصدى للفتوى في قضايا خطيرة. خطيرة يعني قضية الخروج على الحكام عسكرة الثورات حمل السلاح في هذه الثورات المضي فيها التوقف دعمها عدم دعمها ما هو الموقف الصحيح منها قضايا الشأن العام ما هو الموقف من هؤلاء الحكام هذه القضايا الخطيرة أخي الكريم تصدى للفتوى فيها يعني من يسمون أنفسهم طلاب علم وهم ما زالوا أغرارا في طلب العلم أو مبتدئين ربما ولا يملكون الاهليه للفتوى في هذه القضايا نعم وربما يشير الى خطوره هذا الامر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء يعني نعم. بوفاتهم نعم. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا نعم. وفي رواية وإن لم تكن هي الأشهر اتخذ الناس رؤوسا ضلالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الواقع الذي يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا المشهد الذي يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بات واقعا نعايش هو نعاني ولذلك تجد أنه يعني كثيرين من أدعياء العلم طبعا هذا فضلا عن علماء السلاطين علماء السوء أقول كثيرين من أدياء العلم تصدوا للفتوى في قضايا الشأن العام وليس بالضرورة أن يوفق هؤلاء هذه قضايا خطيرة وتحتاج إلى موازنات دقيقة وتحتاج إلى بعد نظر وتقدير المآلات وهذا كله أخي من شريعتنا ومن ديننا هؤلاء ليست عندهم هذه الأهلية للنظر في هذه القضايا فصاروا يفتون فشوشوا أخي الكريم وشوهوا نعم no. شوهوا الدين وشوهوا الجهاد وشوهوا الثوره واعطوا الصوره المسيئه للاسف عن الدين no. وعن احكام هذا الدين واحكام هذا الجهاد لذلك نقول لابد ان تكون الجهه المرجعيه الصحيحه no. وعندما نتحدث عن المرجعيه لا نتكلم عن راي شخصي وانما نتكلم عن قضيه لها تاصيلها الشرعي ايضا <applause> نلابد لابد فعلا ان تكون هناك جهه مرجعيه هل هناك أدلة يعني من الكتاب؟ طبعا أخي الكريم يعني, يعني أنا أبدأ قد يقول قال أنه يا أخي باب الاجتهاد مفتوح فلماذا نعم تحجر على الناس أن يجتهدوا؟ نحن لا نحجر أو لا نحجر على الناس أن يجتهدوا يعني يقول فعلا يقول ليس في الإسلام رجال الدين إن طبعا أنا غير حتى هذه القضية في باب الاجتهاد أقول ان وجد اهل الاجتهاد هذه واحده نا. وهل كل طلاب العلم الان يعني اللي قرا له كتاب كتابين وسمع له حديث حديثين هل هو صار في مرتبه اهل الاجتهاد نعم وصاروا يتطاولون على الائمه ابي حنيفه والشافعي ومالك حتى صار يعني صغيرهم يقول هم رجال ونحن رجال تفضل يا سيدي لنرى ماذا قدم لنا هؤلاء واين انتهى بنا الحال الى فرقه وتنازع وتمزق وصار أعداؤنا يلعبون بنا للأسف أقول أخي الكريم هناك مخاطر في الجانب العلمي العلمي الشرعي ربما أشار لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم <applause> الذي حسنه بعض أهل العلم وجاء الواقع مصدقا له لكن فيه بشارة مع أنه يشير إلى مخاطر فيه بشارة الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله مم. هذه البشارة مقصود هذا العلم علم الدين علم الدين طبعا مم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله مم. ينفون عنه تحريف الغالين مم. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين مم. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذه هي المخاطر الثلاث وقد وقعت مم. قلات مبطلون مدعون جهال تصدوا لهذا العلم. نعم. وصدق فينا الحديث الاخر وينطق فيهم الرويبضه. قالوا يا رسول الله وما الرويبضه؟ قال الامرؤ التافه يتكلم في امر العامه. الله اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يقول لنا امر العامه لا يتكلم فيها اي انسان. لابد ان يرجع فيه الى اناس يقدرون او عندهم القدره والكفاءه والاهليه. للنظر فيه وتقديره ايضا اخي الكريم طبعا النصوص كثيره تشير الى هذا المعنى فمن ناحيه نحن لا نريد ان نغلق باب الاجتهاد لكن من ناحيه اخرى نريد ان نفرق متى يسوغ الاختلاف بناء على اختلاف الاجتهادات الصحابه الارض عنهم اختلفوا والتابعون اختلفوا والائمه المجتهدون بعدهم اختلفوا خلافاتهم منقوله ولكل دليله يعني هل نستطيع ان نقول سيدي الكلام في الشأن العام هو اجتهاد ليس فتوى؟ هو فيه اجتهاد لكن انا اريد ان اقول انه مع اقرارنا بأن باب الاجتهاد مفتوح وعندما تقول باب الاجتهاد مفتوح شيء طبيعي انه يحصل خلاف نعم. او اختلاف في هذه القضايا نعم كل يدلي بدلوه لكن انا اقول نقبل الاختلاف في القضايا اليوميه حتى في قضايا العبادات في قضايا الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق والمواريث في المعاملات البيع والشراء البيوع بأنواعها حتى الخلاف في, في القضايا والجنايات او في القضاء نقبل ذلك لكن في باب واحد لا نقبل الاختلاف باب السياسه باب الشان العام لماذا؟ ما الدليل؟ الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا اخي الكريم تعدد الاجتهاد في قضايا الشأن العام سيؤدي تلقائيا إلى التنازع وهذا الذي نعيشه الآن مم. هذا الواقع الذي نعيشه سببه هو هذا الخلاف بالقضايا السياسية في قضايا الشأن العام أو القضايا السياسية قضايا كبرى قضايا سيدي خطيرة كل عالم يعني أحيانا حتى العلماء الراسخون لهم وجهات نظر في الموقف السياسي الواحد حتى الجماعات الإسلامية سنوضح أخي الكريم كيف يمكن الوصول إلى رأي واحد ايضا الله تعالى يقول ان أقيم الدين هي وصيه للانبياء عليهم الصلاه والسلام من قبل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ايش هي الوصيه؟ قال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اذا هما مطلوبان ربانيان اقامه الدين وعدم التفرق فيه. الذي يحصل في كثير من الحالات ان المجتهد أو طالب العلم أو العالم أو الشيخ أو يعني بعض الجماعات الإسلامية يظنون أنهم يقيمون الدين فينتهي الأمر إلى التفرق في الدين. طيب هل حققنا المطلوب؟ ما حققنا. في خلل في مشكلة. أنا مطلوب مني إقامة الدين أو السعي في إقامة الدين وألا يؤدي سعي واجتهادي إلى إقامة الدين، ألا يؤدي إلى التفرق في الدين. مم. طيب كيف يكون ذلك؟ مم. هنا أقول يجب أن نفتش إذا عن جهة مرجعية واحدة مم. في القضايا الكبرى مم. عندنا نص آخر وربما يعتبر هو النص الوحيد في القرآن كله يتناول هذا الموضوع ويرشد إلى الطريق مم. الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به مم. الأمن والخوف تشمل السلم والحرب وتشمل القرارات السياسية الكبرى لا. لكن طريقة الإذاعة والإشاعة هل هي الطريقة المرضية عند الله تعالى مه. لا مه. الله تعالى سيرشدنا إلى الطريق المرضي هذا جاء في معرض الإنكار عليهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول الرسول باعتباره القائد الأعلى لا لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم طيب قبض الرسول عليه الصلاة والسلام في أولي أمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لاحظ أن الآية أشارت إلى الطريق المرضي عند الله سبحانه وتعالى وبينت أنه في نتيجة حتمية أن يعلم الحكم أو الموقف الذين يستنبطونه. نعم. إذا ليس كل الناس يقدرون على الاستنباط. نعم. ولي الأمر واجبه أن يرجع إلى أهل الاستنباط هؤلاء. مم. طبعاً في حال وجود النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم بهذا الدور. نعم. من بعده إن وجد الإمام مجتهد قد يقوم بهذا الدور. ما وجد الإمام مجتهد، الإمام يجب أن يرجع إلى هؤلاء الذين يملكون القدرة على الاستنباط. نعم. والغوص في بواطن الامور نعم. وخي إلا القضايا الاجتهاديه قد لا يدركها كل احد نعم. يا يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل باثنين من الانبياء الاب والابن سليمان وداود نعم. عليهما السلام نعم. وقال ففهمناها سليمان اذا هي غابت عن داود عليه السلام نعم. مع انه داود هو الاب نعم. والاكثر خبره وربما علما نعم. وكان يتوقع انه يفطن لها هو نعم. عليه الصلاه والسلام نعم. قال ففهمناها سليمان لكن ايضا أثنى على كل منهما وكلنا أتينا حكما وعلما لا يعني أنه قضاء أو اجتهاد داود عليه السلام باطل لكن في شيء هنا أفضل من شيء أوفق أرفق بالناس وهذا قد لا يفطن له كل واحد لذلك أخي الكريم لابد أن نفتش عن العلماء الذي يملكون هذه القدرة في, 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 معرفة بواطن الأمور وعواقبها ومآلاتها إحنا كثير من الناس الآن لا يرى إلى أبعد من أنفه صحيح. ينظر إلى ظواهر الأمور ينظر إلى الأمور القريبة ولا يقدر العواقب وقد تكون العواقب وخيمة ما هذا يجرنا إلى الحديث عن شروط المجتهد نأخذ منكم الجواب إن شاء الله بعد الفاصل صحيح. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا عن المرجعية وضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد سعيد حوا حياكم الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن الذين يتهجمون على الحديث عن الشأن العام وقلتم ينبغي لمن يمتلك آلة الاجتهاد أن يتحدث بهذا وسألنا قبل الفاصل ما هي شروط المجتهد حتى يتأهل م. للحديث بهذا وأخي الكريم يتفاوت أهل العلم في مراتبهم هناك العالم الذي ينقل العلم أو يحفظ العلم وينقله للناس هناك العالم الذي يملك القدرة على الاجتهاد واستخراج أو استنباط الحكم من مصادره طبعا ووفق القواعد المعروفة في علم أصول الفقه نعم. بالمناسبة احنا عندنا كثير من طلاب العلم إذا قرأ أو درس أصول الفقه يظن أنه صار مجتهدا هذا الذي قرأ علم أصول الفقه في الغالب غاية ما هنالك أنه فقط صار يعرف كيف اجتهد المجتهدون ليس بالضرورة أنه هو درس العلم أن يكون فعلا مجتهدا تحقق فيه لأنه أخي هذه ملكة وعطاء من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وليس بالضرورة أن يصل إليه كل طالب علم ولا حتى كل عالم لذلك وجدنا العلماء يتفاوتون في مراتب حتى يعني في المذاهب تجد العلماء يجعلون طبقات للفقهاء والمجتهدين الى ان يجعلوا في قمه ذلك المجتهد المطلق يليه في الرتبه مجتهد المذهب ثم مجتهد المساله يعني ربما في زماننا معظم المجتهدين هم من النوع الثالث يعني مجتهد مساله لا. لكن هؤلاء ايضا اذا اجتمعوا اخي الكريم يمكن ان يصلوا الى راي ناضج نأخذ مثلا المجامع الفقهية تختص يعني تعقد أحيانا دورة لبحث مسألة من المسائل أو القضايا المستجدة في قضايا الاقتصاد الإسلامي أحيانا في قضايا الطب المستجدة وغيرها وتعطينا الرأي الناضج المقنع في مثل هذه المسائل من باب أولى أخي الكريم في قضايا الشأن العام يلتقي هؤلاء العلماء الكبار وأن لا تأخذ الأمة عن العلماء المتفرقين ستكون هناك اجتهادات كثيرة متعددة لكن لا بد من رأي جامع واجتهاد جماعي في هذه القضايا الخطيرة ومن هنا قلنا لا بد من وجود هذه الجهة المرجعية هي عندها قدرة على الاجتهاد على الأقل اجتهاد في المسألة اجتهاد في الواقع وعندها قدرة على الغوص في بواطن الأمور وتقدير العواقب والمآلات وفي النهاية يا أخي الكريم إن وجد الإخلاص ورد الامر الى هؤلاء العلماء الذين بلغوا هذه الرتبه، ولاحظ القرآن عبر عنهم في مواضع اخرى الراسخين في العلم. لا. وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في قراءه بالوصل، والراسخون يعلمون. نعم. وابن عباس نقل عنه رضي الله عنه انه كان يقول وانا من الراسخين في العلم. ما شاء الله. فإذا في في رتبه للعلم لاهل العلم الراسخين، هؤلاء اذا اجتمعوا او اجتمع يعني من تيسر منهم هؤلاء الذين يمكن أن يوفقوا للوصول إلى الرأي الصحيح في قضايا الأمة القضايا الكبرى وينبغي أن تصدر عنهم وعن فتاواهم لا أن يأتينا طلاب علم مبتدئين أغرار جهال أو مجاهيل إحنا الآن ابتلينا أخي الكريم يعني في في ثورتنا في الثورات العربية تصدى لهذا الأمر ليس فقط جهال بل مجاهيل يعني صار المشكلة لا يعرفون من هم طيب هذا الدين هذا أمانة أخي الكريم السلف كانوا يتواصون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وما كانوا يقبلون أن يأخذ العلم عمن لا يعرف أو عمن لا يعرف شيخه سموا لنا مشايخكم يعني أنا أريد أن أعرف أنت عمن تلقيت العلم فهذا هذا للأسف غائب الآن أو ضعيف أو ربما يوجد العلماء أكابر العلماء في بلادنا وذات في بلاد الشام في العراق في اكابر علماء اخي الكريم ورثوا هذا العلم كابرا عن كابر نعم تلينا بهؤلاء السفهاء احداث الاسنان وجاؤونا بهذا الفقه يعني الذي انتهى الى هذا الفكر الخارجي الذي يبيح الدماء ويكفر الامه بالجمله طيب اخطر هل بقي اخطر من هذا ذلك اخي الكريم انتهى حالنا الى ما نرى يعني بالبعد النبي عليه الصلاه والسلام شهد لاهل الشام بالخير وهم كفروا اهل الشام جمله وتفصيلا سيدي كفروا كبار العلماء حسبي الله وكفروا جماعات اسلاميه بالجمله في حين ان هؤلاء لا يشكلون مرجعيه يعني لا عرف عنهم ولا عرفوا او كثير منهم ما عرفوا من طيب العلماء الذين تعرفهم الامه وتشهد لهم وتثق بهم وتاريخهم يشهد لهم يترك هؤلاء او يقصون و ولا يلتفت الى قولهم وعلمهم لناخذ هذا العلم وهذا الدين وهذه القضايا الخطيره ناخذها عن مجاهيل هذا اخي الكريم لا يقبل الحال من الاحوال. صحيح. سيدي بالنسبه للحاله السوريه هل نعتبر المجلس الاسلامي السوري يعني مرجعيه للشرعيه لسوريا بقضايا الشان العام؟ وقلت لك اخي الكريم اعداؤنا حرصوا ومن تاريخ اسقاط الخلافه العثمانيه ألا يكون ألا تعود للأمة مرجعية كانت الخلافة هي المرجعية هي الرمز على الأقل الذي تلتف حوله الأمة وسجل يعني في, في أواخر القرن التاسع عشر كان السؤال الذي يدور في أروقة المفكرين أو المنظرين الغربيين ما الذي يجمع هذه الأمة كان الجواب الحج والخلافة أو القبلة والخلافة ولذلك عملوا على اسقاط الخلافه الكريم وعملوا ايضا بعدها ألا تقوم للأمة قائمة، وكانوا يدركون ولا زالوا أن علماء الأمة أو اجتماع كلمة العلماء هو الأساس في جمع كلمة الأمة، فعملوا على تفريق العلماء وتفريق الأمة، أقول لعل من بركات هذه الثورة في بلاد الشام وفي العالم العربي عموما أنه أدرك الناس ضرورة وجود المرجعية الشرعية للأمة نعم أقول لعل هذه التجربة التي بدأت في سوريا وهي تجربة رائدة وربما لم تسبق في مكان ما في العالم الإسلامي فيما نعلم أقول لعلها تكون النواة الصحيحة لا ندعي لكن نقول لعل تجربة المجلس الإسلامي تكون النواة الصحيحة لتشكيل المرجعية الإسلامية في سوريا مبدئيا على الأقل الدليل على ذلك انه هذه هذا المجلس يضم بفضل الله تعالى كبريات الروابط والهيئات الشرعيه الموجوده في سوريا في الداخل وفي الخارج هذه الروابط او الهيئات الشرعيه الكبرى في سوريا وقد اجتمعت كلها تحت مظله المجلس الاسلامي السوري قدمت لهذا المجلس خيره من عندها من علماء ومشايخ مشهود لهم بالعلم والفضل والتاريخ النظيف بفضل الله تعالى والبعد عن الشبهات ويعني عدم الترامي على اعتاب السلاطين والحكام الظلمه. فلعلها تكون النواه او التجربه التي تشكل النواه باذن الله سبحانه وتعالى لهذه المرجعيه. لذلك مطلوب الان من المجلس الاسلامي ان يقوم او ان يطلع بهذا الدور ومطلوب من الامه وفي طليعه الامه طلاب العلم الشرعي مطلوب منهم ان يسندوا هذه التجربه وان يدعموا هذه التجربه بمعنى انه المرجعيه صحيح انه المشايخ او كبار العلماء اجتمعوا ويتباحثون في 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 قضايا الشان العام الان ويقدمون راي وبيان او موقف او فتوى في كل جديد بقدر المستطاع لا. لكن ايضا اذا كان طلاب العلم الشرعي ما اعطوا هذه المرجعيه لهذا المجلس لن يؤدي دوره. فالمطلوب انه بما ان هؤلاء قد اجتمعوا هذه الخطوه الاولى المطلوب ايضا ان يلتف حولهم طلاب العلم الشرعي وبقيه العلماء. وبالمناسبه المجلس مفتوح يعني يمكن ان يستقبل من كبار العلماء والشخصيات العلميه في سوريا من يضم الى يعني الهيئه العامه واحيانا قد يكون من الامناء. <applause> لعله يستوعب القدر الأكبر من علماء سوريا إن شاء الله سبحانه وتعالى ليحقق المرجعية الشرعية سمعت منكم مرة سيدي أنه يكون أربعين هيئة وعند التأسيس أخي الكريم دخل فيه قرابة أربعين هيئة أو رابطة أو يعني تشكيل علمي شرعي <applause> ربما بعض هذه الرابط رابط صغيرة أو محلية ربما بعضها بسبب ظروف المعركة الآن والوضع الامني يعني اضطر بعضهم للهجره والانتقال او تشتت بعضهم لكن لا زالت بفضل الهيئات والروابط الكبرى على مستوى سوريا كلها موجوده. مه. والتمثيل و بالداخل والخارج سيدي يعني ممثل ايضا نعم. ممثل اخي هي هي الروابط اصلا الكبرى ممتده في الداخل والخارج نعم. وربما امتدادها في الخارج بسبب التشريد نعم. والنزوح نعم. وهذا التشريد ليس جديدا على هذا النظام يعني بعض كبار علماء سوريا شردوا من الثمانينات وليس فقط الآن طيب هذا العالم الذي هاجر وخرج من الثمانينات هل انقطعت صلته بسوريا هل نقول ليس له دور بالعكس هؤلاء صحيح. أصحاب تجربة وخبرة صحيح. وربما هم أدرى بهذا الواقع لأنهم عرفوا تلك التجربة الأولى صحيح. المهم أخي الكريم المجلس يضم من علماء سوريا في الداخل والخارج يضم في مظلته كبريات الروابط والهيئات الشرعيه، نعم. هذه الروابط والهيئات قدمت خيره علمائها لهذا نعم. المجلس، هذا المجلس يتصدى لبحث القضايا الكبرى والقضايا الخطيره ويقدم فيها رايا وموقفا، نعم. هذه يا اخي يعني قضيه المرجعيه الشرعيه. صحيح، هذا يجرنا سيدي للسؤال عن علاقه المرجعيه بالقياده السياسيه. يعني المرجعيه لا تطرح ولا تطرح نفسها على انها قياده سياسيه. احنا ذكرنا حتى من خلال الآية أنه ترد الأمور إلى ولي الأمر وولي الأمر عنده أهل استنباط فليس بالضرورة يعني قد يكون ولي الأمر إن كان من أهل العلم أن يكون واحدا من هؤلاء قد يقدم هؤلاء واحدا منهم يقدمه الناس يقدمه الشعب لموقع القيادة السياسية لكن على الأقل يعني ينبغي أن يفهم الآن أن هذا المجلس أنا أتكلم عن الوضع السوري الآن المجلس الإسلامي السوري بما يمثل من مرجعية شرعية لم ولا ولن يطرح نفسه كقيادة سياسية هو يطرح نفسه الآن كمرجعية شرعية في دور التوجيه والإرشاد وبيان الموقف الشرعي والتأصيل الشرعي الصحيح كأن الموضوع المرجعية يعني ظاهر عند الشيعة أكثر من أهل السنة لأنهم مكنوا من ذلك آه. يعني أعداؤنا أخي الكريم ليس فقط الشيعة كل الطوائف لها مرجعياتها العلمية أو الدينية كل الملل كل النحل لها مرجعياتها إلا هذه الأمة إلا أهل السنة لا يراد أن يكون لهم مرجعية الشيخ القرضاوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه له عبارة قال يعني إحنا ملناش بابا كل الناس لها بابا إحنا ملناش بابا فهذا واقع أخي الكريم أن أعداؤنا لا يريدون طبعا هذا كيدهم لكن نحن يجب أن نتغلب على هذا وأن نشكل لهذه الامه مرجعيه ولن تكون لها مرجعيه صحيحه الا المرجعيه الشرعيه ولن تخرج مما هي فيه ولن تجتمع كلمه الامه الا باجتماع كلمه اهل العلم الربانيين الراسخين في العلم جزاكم الله خيرا الحديث متشعب صراحه ويحتاج الى تفصيل اكثر لكن حسبنا هذا جزاكم الله, الله, الله خيرا على التحدث فضيل الدكتور وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته